السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شريط اليوم من برنامج كونو زازافي، سوف نواصل الحديث والتعريف بالزمان والوقت عند الإنسان. شريط اليوم أو فيديو دي اليوم سوف نتحدث فيه عن موضوع من ساعة الجيب إلى ساعة اليد، وطبعا هذا الموضوع سوف نقسمه إلى قسمين. نتحدث عن ساعة الجيب، من اخترعها، متى ظهرت، كذلك ساعة اليد سوف نتحدث عن من استعملها أول مرة. طبعا ساعة الجيب اللي تم الاختراع ديالها في القرن السادس عشر من طرف الألماني صانع الأقفال، الاسم ديالو هو بيتر هيلين، بالضبط سنة 1510. وهذه الساعة الجيب، لماذا سميت بساعة الجيب؟ لأنها كانت توضع في الجيب. ساعة الجيب هذه تقريبا كما قلنا ظهرت في القرن السادس عشر. كانت الكتب ديال التاريخ كتحدث على هيرني الثامن، ملك ديال بريطانيا، اللي كانت عنده واحد الساعة ديال الجيب، وكان دير لها واحد السنسلة، وكان كيوضعها في العنق ديالو. ساعة الجيب ما يمكن أن نقول عنها وهي أن ساعة استمرت من القرن السادس عشر إلى غاية الحرب العالمية الأولى. وهذه الساعة ديال الجيب كما قلت أن في عام 1850 غادي واحد الشركة اللي هي أمريكية وغتطور هذه الساعة من ساعة كانت كبيرة الحجم شيئا ما إلى ساعة صغيرة. وطبعا في الأول كانت كيوضعوا لها واحد الجلد كغلاف ديالها، من بعد اصبحوا كيوضعوا لها العديد. كذلك كاينين ساعات ديال الجيب اللي تصنعت من الفضه، وكاين ساعات الجيب اللي تصنعت من الذهب وتم تطعيمها بالاحجار الكريمه ومن الالماس. ما يمكن ان نقول انا في ضمن المجموعه ديالي الخاصه ديال الساعه ديال الجيب عندي هذه الساعه اللي هي تقريبا كما ترون انها ساعه ديال الجيب، تم هذه التاريخ ديالها عام 1905، وهي ساعه نادرة وساعة قديمة. كذلك لابد من الإشارة كذلك إلى أن ساعة الجيب هي ساعة دائرية كما كتشوف هنا، ساعة دائرية وكيوضعوا لها واحد السنسلة باش كتوضع في الجيب، وكتكون باش تكون السهولة ديال الخروج ديالها من الجيب. أما بخصوص ساعة اليد، وهي ساعة يدوية توضع في المعصم ديال اليد. أول من صنعها هو باتيك فيليب، صانع سويسري، سنة 1868 ميلادية. وهذه الساعة اللي صنعت هي الساعة اليدوية، كانت في الأول هي خاصة بالنساء، كانت كتعد من الحيلي ومن الزينة ديال النساء، عكس الرجال اللي كانوا كيستعملوا كما قلنا ساعة الجيب. ساعة أول من استعملها من النساء من استعملتها قيل بأن صانع سويسري هداها لأميرة هنغاريا في المجر. ثم قيل كذلك بأن أول من استعمل ساعة اليد في النساء وهي ملكة إليزابيث الأولى. وقيل كذلك أن شقيقة نابليون بونابرت استعملت كذلك ساعة اليد. إلى أن كيف استعمل الرجال ساعة اليد، أنه يقال حسب ما جاء في المصادر التاريخية أن بعض الضباط ديال الجيوش كيبغيو يضبطوا الوقت، أن الوقت في الحرب أنه وقت ثمين ومهم جدا، وكانت ساعة الجيب أنه كيلقى معها واحد الصعوبة الضابط باش يجبدها من الجيب ديالو، والسرعة باش يشوف الوقت والتوقيت. فلهذا اضطروا أنهم يوضعوا ساعة الجيب ويوضعوها في المعصم عن طريق شريط. من بعد غادي يجي الملك، وهنا فين غادي يجي الملك ديال هيرني الأول ديال قيصر ألمانيا، وغادي يطالب إحدى الشركات بإنشاء أو بصنع 2000 ساعة اللي غادي يوزعها على الجنود ديالو. وهنا غادي تبدأ غيبداو الرجال كيستعملوا هذه الساعة ديال اليد. طبعا كيقال بأن أول رجل من غير الجنود اللي استعمل
في الدوكور اللي استعمل ساعه اليد، وكان واحد الطيار فرنسي اللي طلب من صديق ديالو واحد الصناع باش يصوب ليه واحد الساعه ديال اليد باش يضبط الوقت. هنا هذه القصه اللي بغيت نشير ليه في هذا الفيديو ديالنا ديال اليوم، وهو ان بعد الساعات ديال اليد تبقى تطورات الساعه ديال اليد اصبحت ساعات اللي هي ثمينه الثمن وباهظه الثمن نظرا اللي كاينه بعد الساعات اللي كتصوب بالاحجار وبالذهب وبواحد الاعداد ديال هذا، الى ان بعد في المجموعه ديالي الخاصه في هاد الساعات ديال اللي بغيت ندوي عليها اليوم واللي بغيت نختم قبل ما نختم هاد الحلقه اليوم، وهو الساعات اللي حملت بعد الاسماء ديال بعض الرؤساء والملوك وحكام العرب، بحال مثلا هنا في ضمن المجموعه ديالي انا عندنا واحد الساعه اللي هو تقريبا الساعه ديال اللي ساعه من الذهب، وهي ساعه ديال كنسموها الساعه الملكيه ديال محمد الخامس. كنشوفوا هنا صوره ديال محمد الخامس، هذه صوره ديال مكبره، هنا كنشوفوا محمد صوره الملك محمد الخامس، وكنشوفوا هنا العلم ديال المغرب، وكنشوفوا هنا مكتوب الملكيه. هذه ساعه تقريبا ظهرت في 53، ساعه ذهبيه، وحنا كنذكروا بان في هذه السنه ديال 1953 ظهرت واحد المكنات اللي هي كتحمل حتى هي صوره ديال الملك ال سعود، فيصل ال سعود، مؤسس ديال الدوله السعوديه. هاد المكنة ديال الملك ديال فيصل باهظة الثمن. من ضمن المجموعة اللي عندي ديال الصور ديال المكنات أو ديال ساعات اليد اللي هي كتحمل صور ديال الملوك، هذه ساعة اللي بغيت نوريها نشارككم معايا، وهي ساعة روريكس، وهاد الساعة اللي كتحمل الصورة هادي حتى هي ساعة روريكس، وحنا كنعرفوا روريكس هادي كتحمل صورة ديال معمر القذافي اللي كان كيحكم ليبيا واللي كان مثير للجدل. هذه ساعة روريكس هي ساعة تم صنعها خصيصا لهاد الثمانينات، وهي ساعة جميلة كذلك روكس. عندي في ضمن المجموعة ديالي كذلك كاين عندي ساعة ديال صدام حسين، وعندي ساعة أخرى ديال الرئيس الراحل حافظ الأسد. نتمنى هذه الحلقة أن تنال الإعجاب ديالكم، ولا نالت الإعجاب ديالكم ما تنسوش أنكم تأبونوا في القناة كنوز أسفي، وشكرا.